عضو اللجنة المركزية والسيناتور عن حزب الأفلان عبد الوهاب بن زعيم في تصريح حصري للجزائري وان أن 5 أكتوبر هو موعد انعقاد أشغال اللجنة المركزية للأفلان لتحديد موقف الحزب من الرئاسيات المقبلة. التفاصيل في هذا التصريح لشهير علي السلام. من المتوقع إن شاء الله ستكون هناك اللجنة المركزية فيما يخص الانتخابات، المتوقع إن شاء الله ستكون يوم 5 أكتوبر. تجتمع اللجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب، إما بدعم مترشح برنامج مترشح أو بتقديم مترشح، واللجنة المركزية هي السيدة، وحسب قانون حزب جبهة التحرير الوطني والقانون الأساسي اللجنة المركزية فقط من صلاحيتها اتخاذ القرار من حيث الرئاسيات، المشاركة أو دعم مترشح أو عدم اتخاذ أي قرار، وجعل المناضلين أحرار في من يختاروا. شوفي الظروف التي يمر بها الحزب، لكي نكون صراحة، الظروف التي يمر بها الحزب، الاتجاه الغالب أن لا نقدم مترشحا، وستكون هناك مناسبات عديدة، انتخابات محلية، انتخابات تشريعية، يستطيع أن يشارك فيها الحزب بعد تنظيم بيته الداخلي.